اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا الناس الزوينه والناس المزيونه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. حتى المقملين الى دخلوا غادي يسمعوا هذا الميساج اليوم، وغادي نزيد نشرح لهم مزيان لانهم ما اكتفوش من الفيديو السابق، يمكن ما شرحتش مزيان، وغادي نزيد نشرح مزيان، وغادي ناكد الناس انا شنو هي الفكره ديالي. فكاين الناس حمير وكاين الناس ما كيبغيوش يكونوا حمير. للاسف كاين الناس بزاف كيعجبهم الاستعباد، وهذا نموذج صغير على اللي كنشوفه في الدول ديالنا العربيه، وغنهضر على بلادي المغرب. فهذا نموذج صغير على ان الناس كيعجبها الاستعباد، هذا نموذج صغير على ان الناس كيعجبها اللي كيستحمر واللي كيستغفله واللي كيخدمه عبيد. يعني حنايا هذا الشيء واقيلا يمكن عندكم في الجينات، في امنكم يمكن هكذا كتفكر، كيعجبها الاستحمار، كيعجبها اللي يضحك عليها. او لا الوعي، قلتو ما نقولوش الفقر، فالوعي، الوعي يا سيدي ناقص عنا بزاف، وناس مقوقعة، الناس ثقافتها على قد الحال، مستواها ديال الفكري يعني ما كيشوفوش بعيد، كيشوفوا غير حد نيفهم، ما كيشوفوش بعيد، كيشوفوا غير داكشي اللي تقال لهم، كيعجبهم اللي كيعمل لهم غسيل الدماغ. وكاين الناس اللي منهم دابا كيخرجوا ينصبوا عليكم، راه قواو النصابه في المغرب كيخرجوا ينصبوا. علاش على من كينصبوا؟ ملي تشوفوا الدوله فيها النصب والاحتيال بحال هيدا، علاش الاوروبيين ما عندهمش هادشي في بلادهم؟ لان واعيين، ما عندهمش الفقيه، داك الفقيه اللي كيجي يتقسس لهم في البنات ديالهم ويمارس لهم الجنس على البنات ديالهم، ما عندهمش هادشي. هذا علاش كيقوى هادشي؟ هذا كيقوى عندنا حنايا في البلدان ديالنا العربيه، لان عندنا الادمغه كتسمح بذلك. انا اعني ما اقول، الادمغه ديالنا مبرمجه على ان الناس يعملوها بنا، فئه من الناس. ولكن كاينين فئه من الناس تبارك الله ما شاء الله، لاحظتهم في التعاليق، ولاحظت بلي ان كاينه ناس واعيه وناس باغيه تعرف الحقيقه، وناس عارفه الحقيقه ديجا بلا ما يشرح لهم ولا حتى شي واحد، لان الناس اوتوماتيكمون هي صافي كتلاحظ الحقيقه من الاكذوبه، وكتلاحظ الحقيقه من الوهم، وشكون اللي باغي يوهمها، وشكون اللي باغي يربح من فوق ظهرها. كتربح من فوق ظهركم، هي كتربح من فوق ظهركم، وكتربح مزيان من فوق ظهركم لانها كتضحك عليكم. انا اللي جيت نقول، انا ماشي ضدكم، انا في صفكم. انا اللي جيت نقول غنبداو بالتعاليق ماشي بالتسلسل حتى نوصلوا تنفهمكم مزيان. كتقولوا حنا محسادين، حنا مغيارين، حنا حاسدينها حيت دارت بروجي. واش سيدنا سحب لكم؟ واش حنا اللي كنهضروا بحالكم مقردين؟ للاسف انا كما كنهضر في الواقع. دابا نتوما كيجيب لكم الله هذاك، هذيك عطاتكم واحد الاكزومبل، هذاك هو الطموح، هذاك ماشي الطموح، هذاك الجشع، وهذاك قله التربيه، وهذاك قله اصل، قله اصل اللي كيعمل هذيك في عائلته راه قله اصل، غير باش يلحق لواحد المبتغى اللي هو الماده، فهذاك انا كنسميه قله اصل. وصل الفلوس يكون عندك طموح مزيان، هذا واحد الاكزومبل زوين، وزوين بزاف ان الانسان يعمل له هذه، ولكن بنزاهه، بشرف، بكرامه. وصل ديك الشيء ولكن تينا الكرامه ديالك ما طيحش من الارض، بكرامه، بعزه نفس، ما تلوتش من قدامك وتضرب الخضر باليابس، وما كيهمني حتى شي واحد، لا شيخي، لا عجوزتي، لا لوستي، لا ولادي، لا راجلي، لا حتى شي واحد، لا ديك المغاربه اللي كنكذب عليهم، ولا ديك الجزائريين اللي كنكذب عليهم، ولا ديك التوانسه، ولا كائن ما بغى يكون كنكذب عليهم. المهم انا ندير فلوس. واش الفلوس؟ راه شوف نقدروا نديروا الفلوس بزاف د الحاجات. شتي حنا هنا في اوروبا نقدروا نديروا الفلوس ندخلوا 6000 اورو في النهار، كتعرفوا هذه المساله، هذه راه بحال اللي كيمشي يفسد يدير فلوس، يدير فلوس باستا بحال اللي كنقولوا حنايا في اسبانيا، باستا يعمل فلوس، وبحال اللي كيمشي ينصب على الناس. راه لو ميم، راه بحال 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 انك تعمل الفلوس بطريقه غير شرعيه، راه 100000 طريق وطريق كاينه. وهذه وحده من الطرق اللي استخدمتها البنت هذه. انا ما عندي معها حتى شي حاجه شخصيه، ما كنعرفهاش وما عمري ما تبعتها، اقسم بالله العلي العظيم ما كنعرفهاش نهائيا. مؤخرا هذه الدرجه هذه ما تخالتش عليا، يعني ما كليتش منها، ما كليتش منها هي والاخت اخرى، ماشي اخت، انا ما كنتعرفش بهم اعوذ بالله، ما كنتعرفش بان النماذج ديال النصابين. هذا النصب، شتو هو النصب؟ هو سبحان الله النصب كيكون عنده طرق مختلفه، ولكن مبتغى واحد، يقدر يظهر لك في صفه مالك. راه شحال من واحد تنصب عليه من انسان ما كتخيلاش، ما كتصورش انه يكون هيداك، ولكن هو هيداك، لان هادو هما الخصال، ماشي الخصال، هادو هما المواصفات ديال النصاب. كيجيك في صوره مالك، يعني باش كيقنع هذاك الفيكتيم اللي حداه. وانتم بكاتم بصراحه، انتم بكاتم، وقازت عليكم، ولكن ما تقولش على كل شيء، تشدوا لنا الفم ديالنا، ما نهضروش، حنا كنعطيو الراي ديالنا.
رحنا ما حاسدينها، احنا بخيرنا برزقنا بالفالور ديالنا. شنو غادي نقول لكم بدي ديتاي؟ يعني حنايا بشركاتنا، حنايا بفيلالنا، حنايا بطوموبيلاتنا ديلوكس، حنايا بمشاريعنا، حنايا باوروبا اللي كيطمح لها يجي اي واحد، حنا فيها. يعني حنا ديجا كاينين، ماشي عاد غنتسناو حنايا نكونوا من هاد اليوتيوب الزبل، ما غنتسناوش حنا عاد نكونوا. راه هاد الناس هادو اللي كيهضروا كاملين الا جيتو تشوفوهم اغلبيتهم ناس كائنه، يعني عندها. حنا ما حاسدينهاش، حنا ما نحسدوش واحد الانسان كان فقير وجوز الفقر دابا نعم عليه ربي، ولكن ينعم عليه ربي ويستخدم طرق مشروعه، ما يستخدمش الطرق اللا مشروعه. هذا نوع من النصب والاحتيال ونحن لا نسمح بذلك. الناس اللي كتفهم كنعاود لكم ونزيد نعاود لكم، يلي باغيين اللي يتفلى عليكم، هادشي اللي كاين، باغيينهم يتفلاو عليكم اطوبي، وحنا ما كنسمحوش بذلك. لان هاد الناس كيخرجوا للعالم، كيخرجوا للعالم العربي كيشوفوهم، راه الناس كتميز، كيعرفوا المغربيه، كيعرفوا اخواتنا الدزايرين، كيفهموا كذلك. فعلاش غتعطيونا هاد الصوره هادي الوحشه على بنات بلادنا واليوتيوبرزات المغربيين؟ علاش حنا في المغرب صافي هادشي اللي عندنا، عندنا حنا غير الحامات والعجوزه وبنت الولد وهادي ويا يا ريت كون كانت بصح هادشي اللي تقال، انها ظلموها، ما ظلموهاش، وبين اللعمه في الظلمه، باينه المساله واضحه وباينه. وهاد السيده اللي كتدافعوا عليها راكم كتدافعوا على الخلا، باقيين ماجين بزاف ديال الحقائق ما كتعرفوهمش. هاد السيده هادي ما خلات ما تهمت في العائله الراجل ديالها في الشرف ديالها، كتهمو في الشرف ديالو ما مره ما جوج. وجاوني تعاليق وجاوني ميساجات كيحكيو لي قضايا وقعت انا ما كنعرفهاش، انا ماشي سوقي فيها، انا كون كنت وحده اخرى كنت غادي نهضر عليها، انا ما كنهضرش على من كان، انا ما نعملش البوز، انا ما كنبغيش نعمل البوز ونهضر على اي من كان، انا كنهضر على قضيه الساعه والقضيه اللي خصو نهضروا فيها، قضيه اللي خصنا نهضروا فيها. مادام انا يوتيوبرز كتهمني هاد المهنه اللي غادي نسميو الا سميناها مهنه او لا هوايه او لا هاد الميدان او لا هاد كائن ما بغى يكون هاد اليوتيوب، انا كيهمني اليوتيوب، فانا لانني انا كذلك يوتيوبرز، كنت كبيره ولا صغيره ما كيهمش المقياس، انا كبيره باخلاقي وكبيره بداكشي اللي كنقدم. واللي كيقولوا انا ضربوا دويره وما عجبتهمش المحتوى ديالي او لحيت قناتي صغيره، انا غادي نقول لكم البهايم، انا قناتي نكبرها نراسي، انا قناتي فتحها وغير نكبرها نراسي، انا ما مدخله معايا لا عدوزتي لا الفيلا عدوزتي لا الصالون شيخي لا لوستي ولا لوسي ولا حتى شي واحد. انا الا عملت شي حاجه كنعملها نراسي، اون بليس دو سا ولي غادي يزيد طينه بله، انا ما كنشريش لي زابوني يا البهايم، راكم غير مشريين، يمكن نصكم ولا راكم غير مشريين، راه كتشري دي زابوني، سمعتوني؟ فانا الحمد لله عام وثلاث شهور وانا ماشي دقه دقه، يعني داكشي بجهدي وصلت ولا ما وصلت، وان شاء الله غادي نوصل وبجهدي، بانا شني كنعمل، انا شني كنعطي، انا ما طلعت لا على ظهر عبوستي ولا على شيخي ولا على لوستي ومن بعد نصطم عليهم ونطيحهم تحت الصباط. حتى طلعتي وباش بلي زابوني مشريين، جانا الخبر بلي انها كتشري لي زابوني، وهذه مساله يعني ماشي سهله، هذه مساله ماشي سهله انك تشري لي زابوني في اليوتيوب، مساله صعيبه. يعني الغش، يعني يا عباد الله ربي ملي كيبغي يفضح النمله ولا كيبغي يعذب النمله اش كيعطيها؟ جناوح، وراه عطاهم لها، راه عطاهم لها. حنا ما باغيين لا حتى شي حاجه خايبه، ولكن اللي كيحفر شي حفره راه كيطيح فيها، هي اللي خرجت كتشهر بالناس، هي اللي خرجت كتهم الناس من الاساس. علاش عملت لايف في الانستغرام وقالت بلي انهم هجموا عليها؟ شكون اللي هجم عليها؟ ورينا الفيديو الشيخ ديالك، حنا شفنا الفيديو الشيخ ديالها وانا متبعه الاحداث من الاول دقه، من نهار من الليله اللي وقع فيه داكشي. فين هاد الشيخ ديالها؟ استغلت الفرصه انه شيخها مشى باش تعرف لان هاد السيده فيها المكر بزاف اسيادنا، هذا المكر بعين امه، هذا المكر يعني كانت كتربص هي ديك السيد انه يدخل ديك الصالون تصوره، السيد ما عمل حتى شي حاجه، كيهضر
كيهضر مع الناس، جاي يفتش على ولدو، دات له الخدامين، يعني تكرفسس على هاد العائله يا عباد الله. مزيان تكرفسس عليهم بالبياه يا عباد الله، يلي وليتو نصكم مسخط والدين في المغرب، ما بقيتو كتعرفوا لا اصول لا حتى شي حاجه، لا لا اللي عمل فيك الخير لا اللي ما عملش فيك الخير. على الاقل حتى الا كانوا عملوا فيها شي حاجه خايبه بعدا نقولوا ما كانتش تخرج تعمل بهم هاد الشهاده هذه كامله. علاش؟ باش تعرف ان بنادم قليل الاصل، بنادم ما عندوش الاصل، ما ترباش مع يماه وباباه، وبنادم ما كيكونش اصيل يعني يتوقع منه اي حاجه، واللي ما عندوش الخير في ديالو ما غيعملوش في الناس. يا الحمير انتوما، الحمير انا عارفه شنو كنقول وش معاش من فئه كنهضر، الفئه المقمله عقليا، حمير وما كتهمونيش، وقناتي غيدخلوا لينا ان شاء الله غير الناس اللي نقيه والناس اللي كتفهم، اما نتوما ما كتهمونيش نهائيا. كاين غادي يقول لك وانت سدجه غادي تخسري مليون مشترك، نخسر انا بابا يجي وملايين اخرى ومع الوقت وعادي وهانيه، ولكن باش انني نسكت على واحد الحاجه كنشوفها واضحه انا ماشي بليده. وانت مالك؟ وانت اش دخلك في التعاليق؟ وانت اش دخلك؟ وانت اش دخلك؟ تفرج فينا كاع، حنا طرحت مساله خصنا نناقشوا المساله، كون كنت سكتت على المساله ما هضرتش على المساله كون حتى واحد ما هضر. انت خرجه المواقع التواصل الاجتماعي كتهضر معانا، هي كتهضر معانا، حنا ما نجاوبوش عليها، حنا ما غنجاوبوش عليها، غادي نجاوبوا عليها اكيد، غادي نجاوبوا عليها. فما تبقاوش يا بهايم تبقاو تقولوا غير اللي بغيتو، فما تبقاوش تبقاو غير تخربقوا. انت مالك؟ وانت حاسده وانت عارف اسيدي شنو عندي انا؟ انت عارف بعد ضرب دوير على ديك القناه ديالي وشوف التاريخ ديالي في القناه، وبلا ما بلاتي غير هضره وحده. انا بعدا بنت الخير، خلقت وكبرت في الخير وعايشه في الخير، والحمد لله والحمد لله. فانا ما غادي نحسدش هاد السيده هذه، فانا غير النسب ديالي في المغرب كفايه، فانا اسمي سعاد طريشه، فهذا يكفي. فانا ما غادي نجيش نحسد واحد المقرده، واحد الخنزه ما عرف مين جات مكمله، يعني ما الفلوس ما كيتساواوش. واخا تعمل اللي عملت، تاريخها اسود، تعمل اللي عملت، ما كتبقى ماشي بنت اصل. اللي كيعمل هاد الخصايل هادو ماشي ولاد الناس، اللي كيعمل هاد الشهاده ماشي ولد الناس. ولكن قال لك الزين كيحشم على زينو والخايب غير الا هداه الله، هذه راه مقوله وكاينه ومعروفه. وانتم اللي داخلين كيتعايروا ما عارفين شي اش كتقولوا، واش باغيين تقولوا، ما متلوفين لحسنكم الدماغ، واش عباد الله رديتوها بحال الهه وللتنا؟ مين جات للتنا؟ باش ملي كانت عند 14 عام جاوني الدواسه، ملي كانت عند 14 عام كانوا كيجيبوها البوليس للدار، كانت كتهرب من الدار وكانوا كيجيبوها البوليس، وصلوني حتى هنا الدواسه، راه كاينين فاعلين الخير. باش حسن مننا، يعني ملي كانت صغيره وهي طفله مشرده كتهرب من الدار وكيجيبوها البوليس، راه مفراسكمش هادي، ما تخبركمش ونزيدكم. باش حسن مني ملي تهمت راجله جد ولادها بانه تزلل بها وتلها بها وشاف فيها شوفها ناقصه وبغاها الفساد، باش غتكون حسن مني بلي انها اتهمت لسه في الشرف ديالها وهي في شهر العسل يلاه كونت مؤسسه زوجيه، مؤسسه يعني عائليه، سيده كتزوج في اللب ديال الزواج ديالها، يعني في اللب ديال الفرحه ديالها، وهي كتهم السيده في الشرف ديالها، يعني باش تشوفوا بان هذه السيده هذه كتضرب على الشرف، والانسان اللي كيكون كيضرب على الشرف كيكون اصلا مقيوس في الشرف ديالو لان شي حاجه وقع له ديجا، فهمتوني؟ ونزيدكم الثالثه هادي اللي ما عرفتش واش كتعرفوها ولا ما كتعرفوهاش، كنظن كتعرفوها، بلي انها اتهمت لوسها كذلك اللي في فرنسا، وقالت له انا جاوني الاخبار، راه كاينين الناس كيعملوا الخير والناس عارفين كل شيء، جاوني اخبار بلي انها اتهمت لوسا اللي في فرنسا، ملي كان شيخها كيدي البنت من فرنسا اتهمته بلي انه كيتحرش لها بالبنت ديالها. كيف جاتكم هادي؟ اش كتتوقعوا من هاد السيده هادي؟ وقالت له غادي ندخلك كان مع سعد المجرد، غندخلك فين ترتاح مع سعد المجرد، يعني في فرنسا. يعني تصوروا نتوما العقل المسخ ديال هاد السيده هادي فين وصل بها العقل المسخ؟ سيدنا اش كتتبعوا؟
انا ما كنعرفهاش كشخص، ما كتهمنيش شنو عنده شنو ما عندهش، راه انا اللي عندي يكفيني. سمعتيني؟ انا راه اللي عندي ما عملتوش بهذا الشيء اليوتيوب، انا راه اللي عندي عندي وانا مع عائلتي وعندي وانا مع راجلي، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله عندنا وعندنا الحمد لله. سمعتوني؟ فانا علاش غادي نحسد؟ علاش غادي نغير منها؟ غير الا ما كنتش انا شفت شي حاجه ماشي هي هذيك باش غادي نهضر. كاينين اشياء ماشي هما هادوك، وكيبقى فيا الحال علاش الناس كيتبعوا هاد النماذج الوسخه، كيضحكوا عليكم ماشي عليا انا، انا بزاف عليكم بزاف على بزاف ديال الناس، راه ما تقدرش تضحك عليهم، بزاف عليها بزاف ديال المتتبعين وبزاف ديال الناس لا في المغرب ولا في الجزائر، وجاوني التعاليق ما شاء الله، لان كاين الناس والله لا قوزتيها عليهم بحق. نتوما هي الفئه اللي شويه في الدماغ ديالكم، سيروا وعاو سيروا قراو سيروا عملوا محاربه الاميه، تفرجوا ناس اللي غادي يزدو بكم القدام، ملي تحسوا بنادم فيه الدغول كيعمل عليكم ديك التخربيق ديك الطليسين ولا الطلاسيين ولا ما عرفتش شنو سميتو، هربوا منه شويه، ما تعطيوهش الفرصه يضحك عليكم. هادشي اللي فاش كيبقى فيا الحال انا، يعني انا كيبقى فيا الحال عليكم يا المقملين، ومن بعد تقول لكم يا دين امكم يا مكملين، وكتردوني انا اللي قلت لكم، راه هي اللي قالت لكم، انا قلت لكم اها نتوما باغيين تكونوا حمير فكونوا حمير، حتى واحد ما قال لكم لا، بغيتو تكونوا حمير كونوا حمير، وكتعايروا فيا انا وما عارفينيش شكون انا. انا بعد على الاقل مطلع على القناه ديالي وخدمت على القناه ديالي، وانا اللي خسر عليها الفلوس، انا اللي عاد هذه شويه خسرت عليها مليون والزياده، غير هذه شويه هذه واحد شهرين ولا 3 شهور، سمعتوني؟ انا اللي خسر على القناه ديالي هدايا الناس، وانا اللي خسر، انا اللي كنعطي للناس، انا توحيد باقي ما كيعطيني، انا في القناه ديالي عندي 2 دولار، وباش غادي ندير البوز انا بهاد البوزباله هذه؟ ما نديرش بها البوز، لا تشرفوني، وعمري ما دخلت، لا لان كرامتي ما كتسمحليش نتفرج في ناس بحال هيدا، وانا ما كنتبعش اليوتيوبرز ديال المغرب، وحده فيهم فقط اللي كنتبعها في المغرب وحده، لان راجله قوري. اما اليوتيوبرز ديال المغرب ما كيعجبونيش، لانهم لاحظت فيهم الا بغيتو تفرجوا تفرجوا في اليوتيوبرزات ديال الخارج، ماشي حيت انا في الخارج، اقسم بالله العلي العظيم كيكونوا الدماغ ديالهم واعي، اقسم بالله العلي العظيم بغيتو ترقوا الذوق ديالكم تفرجوا في اليوتيوبرزات ديال اوروبا، وكنقولها بكل نزاهه، كاين بزاف مشيو عندو، لان العقل ديالهم صافي، خرجنا على برا شفنا على برا شفنا، ديال المغرب جاتني فيهم واحد بلاد البخ، ما عندهم والو غير الزلط والتفرعينا، هما طرحين في السماء والعماريه كيعزوا عليا، غير الزلط والتفرعينه بحال برغوت المزابل، بحال اللي كيقول با كتلقى غير كينقز هو خاوي غا عايش عاد الزباله. حق الله الحبيبه هادشي اللي كاين اغلبيتهم، ما كنقولش كلشي، كاينين ناس مزيانين ولكن اغلبيتهم لاحظتهم قسما بالله غير البخ، البخ هما والو تحت منهم خاوي للاسف. علاش هادشي هذا؟ ما نعرف ما نعرف علاش بنادم فين باغي يوصل، وانا ماشي مغروره، انا جد متواضعه، وعندي اللي عندي والحمد لله ما عملتوش باليوتيوب، يعني من عائلتي ومن راجلي، وراجلي اسم كبير في اوروبا وبالشركات ديالو والحمد لله بالاملاك ديالو، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، وانا جد متواضعه جد 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 متواضعه، اللي شافني مغروره هذيك كتبقى النظره ديالو، يعني مسكين ما كيعرف والو، اللي كتضحك عليكم ما بانت لكمش كتضحك عليكم، وانا جيت نقول لكم غير الحقيقه، وما كتهمنيش انا بخيتي وما كنعرفهاش وما عندي بها حتى صله رب صله وصل، ما كتهمنيش. ف بانت لكم انا اللي مغروره، وهي اللي بانت لكم مسكينه مزيانه وغزاله وظريفه، ولالاتي لالاتكم نتوما يا الحمير، اه لان مقزبه وضحكت عليكم. فاما بنادم اللي بالراس ديالو والله ضحكت عليه هذا النموذج هذا، ولا تضحك عليه، هذوك راه حنايا ندورها 100000 دوره ودوره، لان حنا قرينا في عيل ديال الكور وديال العرب، فما غتجوزاش عينا حنايا وحده بحال هذيك، دورها 100000 دوره ودوره ودوره نوصلوها للبحر ونردوها عطشانه. فما تمشيوش غلطين الله يرضي عليكم. التعاليق اللي وصلوني كيعبروا غير على المستوى الطايح ديالكم، فانا عرفت ديك الفئه، وانا قلت لكم ديك النهار قلت لكم انا ما خصنيش من ديك الفئه اللي تابعين الزبل، فانا ما عندي ما نعمل بالزبل في القناه ديالي، انا خصني ناس كتفهم، حسب الله ما تكون 100، حسب الله ما تكون 1000 2000، بارك عليا ناس كتفهمني وكتجاوب معايا كدي معايا في الافكار ديالي، يعني خصني اللي يفهم في الافكار، يعني تكون يكونوا الناس احرار، يكونوا الناس احرار
ماشي كتعجبهم العبوديه، فانا ضد العبوديه وانا ما بغيتش غير العبوديه ليكم. فاما انا بالنسبه لي انا بكرامتي وما عمري ما تجوز عليا شي شنكاره بحال هذيك. ما غادي نزيد شي هضره اكثر، ولا نسيت شي حاجه غادي نقولها في شي وقت اخر. صافي بارك عليكم حد هنا، واللي كيبغي الاستحمار الله يعطيه له، واللي باغي الدل الله يدخلوا عليه، وراكم في الدل. السلام عليكم.